انا هربت بدلت المدينه، حيت خفت امي قتلني كيف ما قتلها، حيت انا الوحيده اللي شافت الجريمه. وعلاش بقيتي ساكته هاد المده كامله؟ اولا كنت صغيره، تخلط عليا الشغل، الخوف من الوالدين ما يعرفوني حامله، والخوف من الحجاج اللي كلشي كيعرفو ما كيرحمش، واخا يكون في الحبس يصير تلقي ينتقم منك. ودابا اشنو اللي تبدل؟ دابا كبرت و مبقاش فيه الخوف اللي كان فيا شحال هادي. ما نكذبش عليك، النهار هربت وانا كنفيق كل فجر كنبكي وندمانة، حيت ما تقدرش تشوف شي حاجة بحال هكا قدام عينك وتبقى ساكت عليها وما يضركش قلبك. وملي جات عندي خديجة زادت فيا الحرارة اللي كانت فيا انا، ما بقيتش كنعس بالليل مرة. لاله خديجه، كيفاش سقتي الخبر لهادشي كامل؟ الروح عزيزه عند الله ونعم بالله. دابا الا كانت جوت الاولى ديال زينب، الثانيه ديالو غتكون؟ فيروز فين هي؟ تهنيتي دابا؟ ارتحيتي؟ بغيت ما نقول لك حيد عليها، بعد عليه. عافاك برتي دابا باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا. بنتي ما بين الحياة والموت، كتعرفوا لو وقعت ليها شي حاجة فاروق حتى شي حد ما يفكك مني. واش خبرك باللي بالكذوب ديالك باش وصلنا لهادشي؟ انا ما كذبش عليك. كذبتي وخبيتي علينا كاملين. كليني كاتي، اجي معايا. حرام عليك، حرام عليك.